أهلا بكم في ملخص الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك إلى اليابان، والتي شهدت لقاءات واجتماعات مع رئيس الوزراء الياباني، قيادات من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الياباني، رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية، رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي. الزيارة الرسمية الملكية إلى اليابان شهدت بحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إضافة إلى تناولها تطورات الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، والجهود المبذولة لتحقيق السلام ومحاربة الإرهاب على المستوى العالمي. وفي الجانب الاقتصادي، تم بحث برنامج التعاون الاقتصادي مع اليابان، حيث تم طرح المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للأردن للاستفادة من برنامج المنح التنموية للمشروعات، بالإضافة إلى دعم الموازنة من خلال القروض الميسرة والتي تخفف من عبء خدمة الدين العام، حيث أعلن الجانب الياباني عن تقديم 300 مليون دولار كقرض تنموي ميسر الشروط. كما أدلى جلالة الملك ورئيس الوزراء الياباني بتصريحات صحفية بعد المباحثات الموسعة. We are very proud of the historic and ever-expanding relations and remaining ourselves committed to further developing the strategic relationship between our two countries as discussed during my last visit in Tokyo. And in this context, we welcome the signing of further agreements that we just witnessed a few moments ago. Being the oasis of stability in a region in turmoil and surrounded by conflicts, Jordan needs all the support it can get. And we are very, very grateful again for Japan's support. Japan has played an important role in our region, and the tragic events have sadly shown us that the hands of extremism spare no one. وشهد جلالة الملك ورئيس الوزراء الياباني عقب المباحثات توقيع اتفاقية منحة تقدم بموجبها الحكومة اليابانية 10 ملايين دولار لتزويد المملكة بأنظمة حديثة لمراقبة الحدود ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين البلدين. الملفات ذاتها، إضافة إلى التعاون البرلماني، بحثها جلالة الملك في لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري أوشيما ورئيس مجلس الشيوخ داتي تشويتشي، بحضور رئيسي وأعضاء من لجنتي الخارجية والدفاع في المجلسين، ولقاءات مع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية ورئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية، حيث تناولت بحث آليات الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين إلى مستويات متقدمة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والأمنية والبرلمانية. وفي لقاء مع رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، بحث جلالة الملك علاقات التعاون بين الأردن والوكالة اليابانية وآليات تطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث أفضل السبل لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في الأردن من خلال المنح والدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمملكة. كما التقى جلالة الملك مع محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، وتم بحث إمكانية تسويق مشروعات البنية التحتية التي ينوي الأردن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع ناقل البحرين. وعلى هامش الزيارة الملكية إلى اليابان، التأمت فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني الذي نظمته هيئة الاستثمار الأردنية بالتعاون مع مبادرة الاستثمار اليابانية الأردنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات. ويهدف المنتدى الذي يشارك فيه حوالي 26 رجل أعمال أردني وحوالي 100 رجل أعمال من الجانب الياباني إلى جذب انتباه الشركات اليابانية ورفع مستوى اهتمامها في السوق الأردنية بشكل خاص وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، وليشكل منصة لبحث فرص العمل والتشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.